لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يا أهلا وسهلا فيكم إلى شرح جديد لفيديو جديد لكيفية ترجمة مقاطع اليوتيوب من الأفلام أو غيرها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. يعني ميزة جدا رهيبة، إن شاء الله تعجبكم وتنال إعجابكم. هي ميزتين بالحقيقة، ميزة من اليوتيوب ميزة من سفاري. إن شاء الله تعجبكم وتنال إعجابكم. تمام، راح نروح إلى اليوتيوب. التعليم قيد الصفحة 1 صفحة يوتيوب، ندخل عليه. راح نكتب يوتيوب البحث زر حق أفلام مترجمة بالعربية. حق للبحث ألف ألف غين غين فاء فاء لام ألف ألف ميم مس ميم ميم تاء تاء راء راء أفلام تاء جيم أفلام مترجمة أكشن مغامرة أفلام مترجمة لتعلم اللغة أفلام مترجمة أكشن حروب أفلام مترجمة 2020 أفلام مترجمة أكشن أونلاين أفلام مترجمة كوميدية أفلام مترجمة أكشن أونلاين بحث راء راء مسافة ألف كاف ميم جيم جيم ميم ميم تاء مسافة مترجمة ألف لام باء باء لام ألف لام لام عين عين راء راء لام 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 باء باء ياء ياء جيم جيم تاء مربوط تاء بحث نسوي بحث زر أفلام محو البحث البث زر تحسين تحسين فلاتر وصف صور أحرف وصف عناوين نمشي بالعناوين لما نلقى حد اسمها الميزات. الترتيب حسب النوع عنوان تاريخ التحميل المدة عنوان الميزات عنوان اختار مباشر دقة ترجمة وشرح زر ترجمة وشرح هذا الأسبوع فلاتر البحث رجوع زر رجوع زر رجوع أفلام محو التحس ساعة و 17 دقيقة و 45 ثانية Western ساعة و 20 دقيقة و 22 ثانية Western 42 ساعة و 56 دقيقة و 7 ثوان فيلم الجريمة خط عمودي John Q Vertical Line بينزل واشنطن مترجم HD تمام راح نختار راح نشغله مشغل الفيديو ميزة البث ترجمة زر راح نختار أجراءات إضافية زر أجراءات إضافية ترجمة أجراءات إضافية زر الجودة تلقى الترجمة العربية زر. الترجمة العربية طبعا راح هو يكون متوقفة راح يقول لكم متوقفة متوقفة زر بعدين تختارون تم الاختيار العربية زر العربية طبعا لازم يكون الفيلم مترجم بالعربي إذا كان مترجم بالإنجليزي فما راح تطلع لكم الترجمة بالعربي للأسف التشغيل تقديم الفيديو الوقت المنقضي ملء الشاشة زر طيب. في صعوبة على المكفوفين شوي الترجمة راح تطلع من هنا موضع المسار الصوتي ثانية واحد في المجرمة في المجرمة خطيئة من هذا هذا المؤشر فراح تكون صعبة عليكم راح نشوفها ونشوف ملء الوقت الفيديو موضع المسار موضع 2 3 4 5 6 8 9 1 1 نقدم المقطع 3 3 3 3 4 4 4 ملء الوقت المنقضي سوي تشغيل التشغيل زر الوقت المنقضي ملء موضع المسار افهم لك الان اترينا انا احاول موضع افهم لك الان اترينا اضافه تعليق عني على الصفحه 1 ترجيع تقديم الفيديو الوقت ملء الشاشه موضع المسار على الانتظار الاسم القادم على الانتظار الاسم القادم ففيها صعوبه شوي يلا يلا تاخذ لك الترجمه الكلمه المترجمه هل ايش نسوي ما عليك كل ما عليك انك تنسخ الرابط ميتة في توسيع الوصف ابدا اعجاب ابدا مشاركه مشاركة تويتر نسخ الرابط رابط تم النسخ نذهب الى سفاري المفضلة العنوان حذف راح الكلمة تحليل نلصق هذا الرابط لصق اذهب لوحة المفات اذهب 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 سفاري طبعا اذا طبقت الميزات من اليوتيوب ما يحتاج انك تطبقها في سفاري انقر لإعادة يوتيوب انقر لإعادة صوت بس كل اللي عليك في المجال انقر لإعادة صوت زر انك يوتيوب رابط الخيار في زر ميزة زر ميزة اعدادات التشغيل زر اعدادات التشغيل الترجمة العربية زر الأقار المنقطع نتأكد انها مفعلة وخلاص الترجمة العربية كانت زر هي متوقفة نحطها العربية من هنا الترجمة العربية زر الأقار المنبثق العربية بند المنطقي ايقاف العربية نخليها العربية التالي تم زر نعطيه تم الآن لو نشغل المقطع العربية الجودة سرعة التشغيل نسخ أحصى حسنا زر اعدادات التشغيل الترجيع تشغيل التقليل السريع الوقت مدة الوقت المشاهدة على مدة الوقت اختيار الكلي الوقت الفيديو أداء تقديم السريع للفيديو بمقدار تقديم السريع تقديم السريع تقديم السريع تقديم السريع للفيديو بمقدار تقديم السريع تقديم السريع لتشغيل الفيديو زر تبديل تقديم السريع تحويل رجوع فيلم البحث الحس تسجيل فيلم أبدا أعجاب في ميزة اعدادات الفيديو ترجيع تشغيل تقديم الفيديو التالي الوقت مدة الوقت 1 hour الوقت اختيار الكلي مدة الوقت 1 المشاهدة على يوتيوب الفيديو تقديم السريع للفيديو تقديم السريع للفيديو المشكلة ما تل سيارتي ذلك ليس تشغيل الفيديو
تشغيل الفيديو. أنا بدأت أترجم. تم الضغط عليه. نشغل. تشغيل الفيديو. تم إلغاء التحديث. هيا حاول أن تدفع فواتير. نسمع. ننتظر بس. ماذا يحدث؟ علامة السؤال. الآن راح نسمع. أنا أسف، تكلمت مع المصرف، وعدوا بأنهم سيساعدوننا. جون، ذلك كان قبل شهرين، وذلك بسبب أيجار الشهر الماضي. أما سيارة أو البيت، لذا أعتقدت تريدهم أن يطردوننا خارجا. علامة السؤال. إلى آخر من بقية المقطع، هذه خاصية الترجمة، واعذروني إن أطلت. وتقبلوا أطيب التحية من أخوكم عبد الله بركات، ولا تنسوا من اللايك والاشتراك بالقناة لدعمنا وتشجيعنا، ولكي نقدم لكم المزيد من الشروحات. يعطيكم العافية جميعا على الدعم المستمر، ونشوفكم في شروحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله سفاري تسجيل الشك وبركاته.